أهلا بك يا أستاذ خالد، وشكرا على هذا السؤال. الحقيقة يعني كطموح شخصي أنا الحقيقة لا أطمح، يعني كشيء لموسى لنفسي لذاتي أنا لا أطمح. يعني أنا ذكرت في سيرتي، ويعني يشهد الله يعني إنه هذا الشيء الذي فعلا يعني أنا أعيشه. أنا الحمد لله أشعر بأنني حصلت على أكثر مما أستحق، يعني الحمد لله، يعني فأنا ما عاد أطمح يعني إني أحصل على شيء زيادة. لكن أنا بصراحة يعني أطمح للمنطقة، أنا نفسي يعني إنه المنطقة يعني تأخذ زخم إعلامي كبير، خاصة في الجانب الأدبي والثقافي. يعني الآن يعني كل الناس يثنون على أبناء منطقة جيزان، خاصة في الجانب الشعري وفي الجانب الأدبي والثقافي، وإن كان احنا الآن ولله الحمد الآن أصبحت المنطقة يشار إليها، يعني منها المبدعون ومنها المتفوقون في المجالات العلمية والطبية. وأنا والله في جدة وقاعد أتابع أخبار يعني صار عن المنطقة، والحقيقة الحمد لله مملكتنا كلها بخير. فأنا يعني أتمنى يعني إنه يعني المنطقة يعني تهتم أكثر أكثر بهذا الجانب. يعني لدينا يعني ملتقى، أنا الحقيقة يمكن بعض الشباب موجود معنا، ملتقى الحد الجنوبي. يعني إحنا من ضمن الأشياء اللي يعني قاعدين نشتغل عليها إنه حتى عندنا مسابقة موسمية، يعني نحاول إن إحنا ما نوقفها، يعني كله من باب التشجيع والارتقاء بهذه المواهب الشعرية. يعني جاي فيه جيل ما شاء الله من الشباب، يعني شعرهم روعة للأمانة، يعني عندهم حس شعري جميل جدا، عندهم ملكة شعرية رائعة، موهبة يعني عالية جدا. يعني مثل هذه المواهب وهذه الأشياء يعني تستحق يعني إنه إحنا يعني ناخذ بيدها ونحاول نهيئ لها يعني جو جدا رائع، ونحفزهم بالمسابقات ونحفزهم بالأمسيات. فأتمنى يعني إنه هذا الشيء يحصل في كل المنطقة بشكل عام، يعني حتى لو على مستوى الملتقات، حتى لو على مستوى قربات الواتس. وأنا قلت لك قبل شوية نحن عندنا قرب اسمه ملتقى الحد الجنوبي، أقمنا فيه مسابقة شعرية. هذا الموسم تعتبر هي الرابعة، وكل موسم تكون أنجح إن شاء الله، وهكذا يعني. فأتمنى إنه هذا الطموح يتحقق على مستوى المنطقة.